السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لمتابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس خلال العام الحالي. الرئيس خلال الاجتماع وجه بتعزيز مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وده طبعا لدعم التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية. أيضا سيادة الرئيس اطلع على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، واستعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة من بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات. وعرض رئيس هيئة قناة السويس الهيكل الجديد الذي تم الإعلان عنه لرسوم عبور السفن في قناة السويس، واللي هيتم تطبيقه بدءا من شهر فبراير القادم بإذن الله، وده فضلا عن المردود المتوقع منه واللي متواكب مع توقعات المؤسسات الدولية المتخصصة بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي وأسعار البترول العالمية. كمان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عرض جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضم من قاطرات وكراكات حفر ولنشات الإرشاد وأقسام مكافحة التلوث، بالإضافة إلى مراكب الصيد وناقلات الوقود وجهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول 40 كيلومتر. على أي حال ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. سيادة الفريق أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير. دايما بنسعد بوجود حضرتك معنا، كنت معنا منذ أيام، ودائما بنسعد ونفتخر بجهود قناة السويس وما يتم فيها من إنجازات. سيادة الفريق أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، ولو تطلعنا وتطلع السادة المشاهدين عن أبرز ما جاء في اجتماع حضرتك بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس. أهلا أستاذ منى. أهلا بيك يا فندم. طبعا احنا أهم حاجة كانت اللي هو تطوير المجرى الملاحي الجزء الجنوبي اللي احنا بنعمله في ال 40 كيلو، وكان سيادة الرئيس عايز يطمن احنا ماشيين طبقا للمخطط اللي احنا كنا عرضناه على سيادته وصد عليه ولا لا، عشان ننهي في الميعاد بتاعنا اللي احنا كنا محددينه ان شاء الله في شهر يونيو 23، وسيادته توجه ان احنا نحاول نخلص في ديسمبر 22 السنه الجايه، يعني اخر السنه الجايه. طبعا هنحاول ننفذ توجيهات سيادته. طبعا احنا شغالين كويس في المجرى الملاحي الحمد لله، وشاف الشغل اللي شغالين فيه بتوقيتاته بالخطه الزمنيه بترتيب الكراكات تواجدها في الاماكن بتاعتها، ده في توقيت ايه وده في توقيت ايه، في اخر الجدول الاخر في النهايه الخطه ان احنا نخلص في التوقيت بتاعنا اللي هنحاول نضم ان شاء الله كمان 16. ده يمكن اهم موضوع كان مهتم بيه سياده الرئيس، ان احنا ننجز موضوع تطوير المجرى الملاحي عشان برضو قناه السويس تبقى الخدمه بتاعتها دايما متميزه وبسرعه. نعم. وبرضه عرضت على سياده ان احنا بالرغم ان احنا شغالين في الباقي ان احنا ما وقفناش حركه الملاحه ولا عطلناها، عدد الساعات اللي بتمر فيه السفن زي ما هو وعدد المراكب زي ما هو، احنا بنشتغل في الوقت اللي يكون قناه السويس فيه فاضيه. يعني العمل جاري تمام وعادي جدا، والشغل برضو الجديد شغالين في نفس الوقت على التوازي. تمام، فمش كده احنا يمكن هناخد السنتين دي، يعني هناخد الوقت اللي احنا قلنا عليه سنتين علشان احنا بنشتغل في الوقت الفاضي قناه السويس، يعني بنشتغل في اليوم من 5 ل 6 ساعه بس بالنسبه للكركات، ما بنشتغلش 24 ساعه.